قبل ما ندخل في التفاصيل دي، يا ريت الناس تشير وتعمل لايك، شير عشان الفيديو يوصل لغيرك. في ناس ما بتصل الإشعارات بسبب البلاقات، صفحة مخنوقة بلاقات، شيرك بيجيب غيرك. شير عشان الفيديو يوصل للناس، واعمل لايك عشان الفيديو يمشي ويستلم الزبدة. شايف الموضوع بتاع المسيرات ده أدخل الهلع في مثلا قلوب كثير من الناس، يعني أغلبية الناس. أنا طلبوا لي ناس من مناطق بعيدة، يقول لي يا أخي الشغل ده كيف؟ الشغل ده قالوا جاي علينا ناس من كوست، والله الشغل ده قالوا جاي علينا أهو كيف يا إخواننا. الموضوع ده اللي بيتحمل فيه المسؤولية الأجهزة الأمنية، دي الحقيقة. اللي عايز يقبلها يقبلها، اللي ما عايز يقبلها ما يقبلها. احنا عندنا أجهزة أمنية نايمة نوم ما بعد نوم، عندنا تقصير واضح وما في رقابة وما في إحساس بالمسؤولية. والله العظيم هو وصل البلد دي للوضع ده اللي عندهم الإحساس بالمسؤولية والعمالة والخيانة وعدم الوطنية. يعني في ظل الظروف دي والعساكر هناك بيموتوا في الدفاعات دفاعا عن سواء كان مقرات الجيش او سواء كان يعني المهم بيقدموا تضحيات، ودي لا تقدر بثمن. في ناس في ظل الظروف دي عساكر بتاع الجيش بتاع الجهاز بتاع شرطة قاعدين في التفاتيش دي مادين يدهم كأنه ما في حاجة. أي عربية ماشية والله لو شايلة مسيرات ولا كشايلة جنجة ولا كشايلة متعاونين تمر الكرام، طالما إنه أزود طلع استلم تسهيلات كسرة تمنيتين الحقيقة. أما قيادات الأجهزة الأمنية اللي قاعدين في الولايات، نحن أولنا عارفين الشغل بتاع النقابة، قريبي قريبك وزولي وزولك. ليه؟ دي نقاطة. أي زول قاعد في النقطة ما تفتكر إنه الزول ده بس حظه بقى النقطة، لا 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 لا، أو حظه قدام مركز التفتيش ده، لا، عنده علاقة مع ضابط جوا كويس الوحدة ذاته هو اللي بيطلبه، والضابط نفسه يغني في ضغوطات بياكله. أنت لو متابع صفحتين قديمة وقبل الأحداث دي أو قبل الحرب دي، الفازين اللي قاعدين يوم ما فيهم ضباط، ضباط بنزلوا العساكر في النقاط عشان الواحد يجيب له ويدفع له حق الكهرباء، يدفع له حق المرتبات ما هناي ما بتكفي دحنكم، يدفع له حق الكهرباء، يدفع له حق الخدمة بتاعت الانترنت، يدفع له حق المدرسة بتاعنا الأولاد كده يا اخواننا، شغالين كده. والله علاقتك مع هذه السياسة معاهم وما زولوا ما في من الإدارة ذاته، شفت بتاع الإدارة ده اللعب ذاته ما بوزع، فالشغلة بقت قريبي قريبك ويقول لك مثلا ودي قريبي ده عشان يستفيد. عادي ممكن يضرب لك ضابط من حتة بعيدة أعلى منك رتبة، يقول لك يا ولد لا زول ده وزع في النقطة الفلانية، يعني يوزع ليه عشان يناي. أو ذاته أنت لو ما عندك يناي ذاته، شفت علاقتك بس مع بتاع الإدارة مع الضابط الجملة وتجيب توزعه، ده الشيء الحاصل يا اخوانا، ده الشيء الحاصل. كلامي انا عن تجربة، استخبارات اشتغلت فيها، شرطة اشتغلت فيها، عن تجربة. النقاط دي ما بودوها، لكن ده ما زمنه، ده ما زمنه. بلد مستهدفة ونازل بيجوا يخشوا يشتغلوا شغل كويس، ياهو زي شغل المسيرات ده، بيستهدفوا مقرات، بيستهدفوا تجمعات، فالموضوع بيختلف. مفروض اي عربية جاية ماشي حتى لو عربية تابعة للجيش تتفتش، تابعة للشرطة تتفتش، تاب ما تقول لي زميل، زميل وين في ظل الاحداث دي؟ متحرك زميل ذاته ماشي عندك شنو؟ متحرك ماشي وين؟ معروف في الاوضاع الزي دي في اشارة مثبتة في كل الوحدات يمنع منعا باتا الإجازات والأذونات للسادة الضباط والأفراد. يقول لك أنا العسكريين غيروه ولا زادوه موية، لكن ده الشيء اللي بيحصل أحيانا. هسه الليلة ده في ضباط بتاع الجيش بيمشوا عادي، بيجوا في ضباط بتاع في أفراد بتاع بيمشوا. أنا قبل كده
لقيت واحدين شغالين، الواحد بود العربية يطلع العربية من الخرطوم يودوها لك مثلا شندي، يودوها لك برسودة، يودوها لك هناك بمبلغ معين. نظامين اقسم بالله الكلام ده اديناهم قدام. انت بتاع اللجنة الأمنية ده قاعد يا أخي، انت ليه ولا عميد ولا هنا ما تيجي تجيب في التفاتيش دي؟ ما تخد ضباط معروف يا اخواننا، العسكري ده او العسكري ده انضباط عسكري، لما نشوف رتبة اعلى منه ورتبة رفيعة بيشتغل بتوجيهات فتش العربية دي. قلت ضابط تعال، مين ضابط تابع لمين؟ زي الشغل بتاع اللجنة او الشغل بتاع المشترك اللي انا يعني لما كانت بتقوم مشتركه تلقى فيها رتب كبير وتلقاه من كل الوحدات. بس انا كنت اتابع الشرطه الامنيه تلقى ناس، كنت اتابع الاستخبارات يقول لك تعال بهنا استخبارات وتدرك شنو كده. هنا بتم الضبط، بالاضافه لتفتيش العربات تفتيش دقيق جدا جدا كده. انت بتامن منطقتك، لكن بعد ما تحصل الكبه والاستهداف يقول لك قال قرارات صادرة مرتقبة طالعة، انت بتوهم في منه. وكمان في ناس عندهم مناشير جاهزة تم معرفة القبض على منه. يا اخواننا دي سواقة بالخلل يا اخواننا، الشغل بتاع التراخي ده اللي بتضر المواطن. ناس نزحوا من مناطقهم هنا جو قعدوا هنا تاني يستهدفون في ناس، وبعدين شنو افطارات وشنو معارف هنا يا اخي، دي تتمنع منعا باتا. يخسرت عيد زاد الناس ما تصلي عيد، هاي ما تصلي، صلي في بيتكم. امنع كيلومعد بالمره، اي وجه غريب المواطن ده يبلغ فيه اجانب ديل حكومه عام 6-0. بس يعني ده المفروض يحصل، لكن بعد الكبه تحصل. حتى قال لجان طاقه، اقصد معارف قرارات مرتقبه. شنو مرتقبه ومرتقبه؟ يا ولد بتتعاملوا كانه ما في حرب، بتراسل معاه الضباط والافراد. والله العظيم بيقول لي استهتار كده لهم في قاضي، حتى احيانا المشتبه فيه بيفكوا بتوجيهات فلان وعلان وقريب فلان. شنو قريب وما قريب يا زلمه؟ دي بلد دش. عشان كده البلد دي ما تمشي قدام، عمرها ما تمشي قدام. وانت قال اللي حصل في المناطق اللي فيها اشتباكات دي منك ببعيد، اذا كانت دي شغلتك اقسم بالله العظيم انت زادك تدخل في فتيل يوم من الايام. ما هي كده يا اخواننا، هي كده بجدوها عايلة الدل. فنحن الشدة علينا من مراكز الأمنية والله العظيم ما مقصرين، قاعدين نردم فيهم ونتكلم معاهم. إخواننا كلامهم بيصرفوه ده غلط يا إخواننا. الرتبة الكبيرة المفروض تكون قاعدة في التفاتيش، شنو عقيد وشنو عميد وشنو لواء وشنو يا زول. أمشي أجيب زيك وزي عسكري فتش يا زول، أدي توجيهات بالتفتيش شنو يعني؟ فهذا كلام فارغ ساقط. طيب ندخل في العمليات اخواننا. فلفل بتاعت مسبوح بعمل فيه جنجر، جنجر مبلولين في كل المحاور مبلولين، ما عندهم حاجه والله العظيم غير الاعلام الاصلي. من بدايه الحرب شغالين بيهم، الان الناس دي شغالين سواقه وشغالين يدوروا في القديم وشغالين يستعرضوا في اسره. يجيبوا لك كم اسره كده قولوا هل لقيتوا شغلنا كيف؟ يا اخوانا الاسره ده طبعا شنو؟ زول يعني مكره مجبور بيقول اي حاجه، ما زول داري خارج نفسه كويس. وجماعه هنشوف قبلنا قلنا انتوا والله مبلولين، وانت اصبحت عباره عن اعلام وقياداتكم سيئه وكبروها. اقلبيه قياده الجنجويد يتخارجوا، حتى القاده اللي كان راهن عليهم والعاملين بجواكر سيئه جابوهم درمان يرجعوها ما قدروا على واحدين قالوا ودوهم الجزيرة رفضوا، هسه مرقوا في الفاجر ومرقوا في الجنينة. أقسم بالله نهار الجهارة مبروك، أنا ردك بالخمسة وثلاثين عربية مرقوا خارجوا كبروها مشوا الفاجر عديل كده. اللي كانوا في دياد صالحة دي كبروها فاتوا، عرفوا إن الشغلة دي منتهية. بعدين جدير أخوانا أصبحوا عبارة عن شنو؟ إعلام. وأصلا من بداية الحرب دي قلنا لكم الآلة الإعلامية بتاعتهم ممولة، وناس زي داخلين فيها قروش ما لا عدد ذاته، بالإضافة لأبوابهم بالإضافة للقحاط الشغالين لهم تهويل كويس وتضخيم، شغالين يصدروا الخوف للناس. الناس زي مبلولين بتقوقين دك وعليه الغصب الجزيرة، وكان بيشتغل
برنامج بتاع شوفوني يا اخي، نازل 6 عربات، 6 عربات يا اخوانا على الميم جوه وقعده كويس، ونشطاء الكتمول بتاعين وساقين الناس في الميديا، يعني سوق الناس زول جاي قال لك التفاف على القوات. تعرف الالتفاف ده حاجه سهله انت قايل؟ وملكي ها؟ الالتفاف ده انت قايله حاجه سهله؟ انت تقول متحركات والتفاف وهنا، وتيجي تاني في بوست تقول قال ما عارف اسمه شنو؟ تقول قال الاعداد من 5 عربات وما عارف القتلى لك. انت ما قلت التفاف وقلت كمين وهونت والناس فرحوا متفاعلين معهم طبعا قحاطه يا زول. التفاف بتاع شنو؟ ده استطلاع، والاخطاء زي دي وارده في كل تحرك، ما في جيش ما بيقع في كمين، لكن كمين الجنجة ده كمين مي ودكسة، والمفروض يحاسب على قائد المتحرك، يحاسب على حتى وان كان حاكم دار المجموعة دي ركب راسه فات بعيد من المدى المحدد، يتحاسب القائد قائد المتحرك على الدكسة دي، ودي واردة حارب دي فيها خسارات، فيها موت، فيها أسر، ده كله حاصل. هسه الليلة نحن لما نشتغل نفس شغلكم ده، هسه من أمس لحد الليلة يا جنجة كم؟ أكثر من 120 عربية دي اتدمرت، ده الشغل وجريته عديل ده، أقسم بالله خليته يرحاكم. دسيتوا من العربات رميتهم بيقولوا قالوا ليش سواق عديل كده ساكن لكم ده جيش، والله بتقدم بخطة ثابتة وعارف نفسه بعمل في شنو، وظهر متحرك، ظهر من وين الله أعلم، متحرك شغال ينظف يستلم ويثبت ويتقدم. والإضافة برضه ليه وسود العارين شغالين شغل تقيل جدا جدا وشغالين بيفهم، والله لقينا جنجي ديل والطيران ده كان دق ما بعد دق، المسيرات دي اشتغلت فيهم شغل قرف، اقسم بالله موت زي الموت. استلام عادي استلموا منه، بس استلم منكم دفار، دفار بتاع ذخيرة استلموا منكم امس قتلاكم اقسم يا اخوانا. الجيش ما شغل بالمعركة دي اعلاميا، ما شغل بالمعركة دي اعلاميا، هذول نازل اقسم بالله العظيم انجغم وجغم والله العظيم في قربي سنار لا من قالوا ما دايرين، جغم زي الجغم، وغير الشغل في الجزيرة عموما، ولا حنكشف لك. وأرجو من الناس اللي بتصور ده أخواننا ما تصوروا، خلوا بعد الحفلة تتم، بعدين عرضوا الشريط، وبعدين حكاية إنك تحدد عيد بدون جنجوي ده أخواننا لا، ده في العسكرية ما في. في العسكرية ما في حاجة اسمها عيد بدون، ما في حاجة اسمها الوقت، ده شغل تاني بعد كده بتوقف على سير العمليات وبتوقف على صبر الجنجة، والله الجنجة ما حيصبر لأنه الجيش ده والله ما عندهم لا قبل لهم، ما بيقدروا عليه، لا تسليحهم ولا عددهم ولا أي حاجة. هسه الخلافات بقت بيناتهم بصورة طبيعية، شوفوا في الجروبات بتلاقوا كيف بيكا زي البيكا وجقلب وقوم وقعد وقيت وبعتونا وما عارف شنو خليتونا في غشمان ندفع، هذا لهم ده شغل ما بيقدروا عليه، شغل ده ما بيقدروا عليه يا زول. يعني موضوع الجزيرة ده محسوم، الناس بعد كده تشوف غيره. موضوع سنار بغادي الحمد لله شايف الجيش يتقدم، الجيش طلع، الجيش اول كان قاعد لكن شايف يتقدم بثبات كمان، وشغال شغل تقيل. مثلا انا في سنيار الجيش القاعد الولد ده في المؤخرة ده زمان كان الجيش ده كله قاعد باعتباره قاعد في المؤخرة، لكن مثلا الان وين يا زول؟ هاي الجيش ده كله زاحف ولسه متحركات ما ليها عدد، المنزلة بالقيام والجارة تعليمات الاقتحام والشغالة دي كلها مدور في الجنجويد. الجنجويد الان داخلين في ورطة ما يعلم بها الا ربنا، والله موت زي الموت، موت احمر كده الدنيا ده بموت فيه. ها؟ دايرين نشغل الناس بموضوع المسيرات، نظامنا احنا قاعدين، نظام انت بهولين يا زول انت مبلول في كل المحاور، هسي برضه مبلول في مدرمان، هسه الجيش متقدم في مدرمان، غربي مدرمان متقدم، شغل عال العال،
مسيرات برضو شغالة جرم تقيل، المسيرات دي أحدثت فرق شغالة شغل زي الشغل في كل المحاور دي شغالة. عندك بيغالي أها سلاح الإشارة قمع منه قمع بردوا عديم تهورهم، والليلة بردوا دفعات المتقدمة بس ثبتتهم. هذا السلاح لسه بعيد هناك، ده كان على كده لو قلتوا بتفتحوا خلص ما قدرتوا عليه. يومين اتجرب من الدولة ان انا انجمع منكم 3 عربات مدفعية دقاكم دق زي الدق شمال بحري، ودوري فيه مدفعية جنوب الخرطوم ده هو غصف مدفعي على أهداف وعلى تحركات خفيفة نشيطة مباغتة لأبطال العمل الخاص. ما في شغل يذكر عشان نيجي نقول لك فيه، لا 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 انا بديك الزبده بس، لكن الحفله المدوره صح صح في الجزيره شغل زي شغل اخواننا. الناس تنتظر بس وتشوف النتيجه براك، ما تصدق اي زول يقول لك والله المنطقه ديك ما عارف. فاحيانا الجيش بيدخل منطقه ثانيه ويرجع منها، تكتيك استدراج كده يعني. لكن الجيش احرز تقدم وثبت قرى على القسم تاني الدين جزاز يقتلوا هنا ويقدروا عليه. هسه بيجوا يداهموا في بعض القرى يهتموا بها، هي دي سياستهم ولتكتيكهم داخل البيوت، يطردوا في الناس ويخدقوا داخل البيوت، لكن برضه ما بحلك والله تنجرم كده لما تقول ما داير. والجيش اللي بيغادر ده اخواننا جيش قلنا لكم الناس كلهم بيعرفوا الشغل، بيعرفوا الدين جزاز كويس، هيئة عمليات على الطيارة، الناس القدام ديلك على قدام المحاربين، على حركات على غيره على غيره، بل زي بل ما تلتفت لأي إشاعة ولا تسمع أي كلام فارغ. جنجنته أنت الجيل ده غير السواقة والخرا ما عندك أي حاجة، غير السواقة والخرا والإعلام والله ما عندك أي حاجة. بل كده أنا بتقول ما هذا عندك شركة النيل ما في حاجة، غصف مدفعي أحيانا أهداف. حتى الخرطوم زاد شغل، بقى شغل بتاع مسيرات، المسير يصحى يضرب ينوم يسلم الغير يشتغل، قوتهم الصلبة باي باي والله. جغم أقسم بالله العظيم جغم شين، جغم شين الناس المبلولين بل كده لما قالوا ما داعي. أما عندك خرب السودان بغادر هناك أي إمداد يجي داخل بيتم التعامل معه. شفت من يجيش بكوك طيران برهان وهنا عارف النازل مبلولين. إذا تلاقي الخبر كنت تلاقي أخذ نازل عندهم أجهزة بتاع التشويش وصلت بعمل لها تم تحييدة شمال الفاشر، عندهم عربات قتالية وعندهم ذخاير تم تحييدة. عشان كده لازم ننتقم من المواطنين، شغل بتاع المسيرات ده شغل انتقامي بس بيك ما راح الجيش، لكن الجيش برضه عشان يمتلك أجهزة بتاع التشويش فكت من أصلا الحركات بتاعت الجزيرة دي وسياراتها ما بتقدرها على الإطلاق، بيضغطوا أي محاولة بيتم إسقاطها، فكت منهم عديل كده. عندك بابانوسة، بابانوس الصمود يا إخواننا، بابانوس السبات برشا مكتر الجري. أنا ما أعرف برشا من ده سبحان الله، الزول ده جرى من الدرج، بشوف مشيته قبل ما عرفت الدرج بقول الزول ده اللي شفت الفرقة دي بغلف رجله بيشرب فيها جبل. والله صيج والله العظيم الزرقين هناك قال لي اقسم بالله يا ابراهيم ندمت اني بس ما صورته، صيج لان الناس زعلانين منه، زول كلامه اكتر منه زي حكاية الجن جلح. انا احنا هو وكله خلاص طبعا الناس ما تكترس وما تمشي ولا الشائعات، ويتجنبوا أبواب الجنجة ونشطاء الجنجة اللي بيحاولوا يصدروا لهم الخوف كويس، وبيحاولوا مثلا يوصلوا لكم فاهمين الميليشيا دي قادرة لأنكم تطلعوا تقولوا لا للحرب ونعم للسلام. يا زول لا للتمرد، سلام مع منو؟ سلام مع أجانب. القوة دي لو كانت سودانية كان ممكن ننظر في أمر السلام، لكن هو دي الأيام بيحصل
الأجانب أنت كيف تيجي تفرض علي أجانب؟ بعدين النازل بيننا وبينهم بقى كارش، النازل قتلوا واغتصبوا ونهبوا، لا لا ما في كلام ده، يتمكنوا تاني ويرجعوا، لا لا، البرهان ده قفل لك ترشة، قطع عشم الكيزان، قطع عشم الجنجة، قطع عشم منو؟ ألقى حاطة، الكان عاملين فيها سوار وفجأة كده قلبوا كيزان جنجة. أننا كنا نعلم إن السؤال الحقيقي الآن في صفنا مع الجيش، الناس ما تقدر إخواننا، الفرفرة بتاعت مذبوح، ونقف لحد هنا يا إخواننا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.